انتظار طبعا بداية هذه المباراة والتي توافقها أيضا مباراتين على الجانب الآخر. الوحدة يواجه حتى والإمبراطور الوسطاوي يواجه بنياس في واحدة من النقاط المهمة والتي ستحدد بالتأكيد يعني مسيرة جدول ترتيب البطولة على مستوى القمة. لدينا مباراة يسعى فيها كلا الفريقين في هذه الليلة من أجل الانتصار. خورفكان يعلم تماما بأنه في وضعية أفضل حال من وضعية الإمارات التي يتواجد فيها في المركز الأخير. لدينا خورفكان طبعا تاسع البطولة، طبعا تاسع جدول الترتيب برصيد 17 نقطة. لدينا تشكيلة الفريقين في حراسة مرمى فريق نادي خورفكان، أحمد ديدا في خط الدفاع، عادل سبيل، رافائيل أنطونيو، مسعود سليمان وعمر سعيد. بينما لدينا في وسط ملعب المباراة سيريرو، سعيد أحمد وعبد اللايف في المقدمة. لدينا على الجهة اليمنى طبعا أنطونيو، وعلى الجهة اليسرى عزيز بيك أومونوف، ويتقدمهم طبعا هجوم فريق نادي خرفكان باللاعب طبعا اللورنسي. لدينا على الجانب الاخر في تشكيلة فريق نادي الامارات الصقور في حراسة المرمى، حسين عبد الله في خط الدفاع، احمد عيسى، محمد جلال وعمر كيتا. بينما في وسط الملعب لدينا خماسي يضعهم سيد والتر سينجا، مكون من فهد بدر اللاعب اللي سجل طبعا في اخر لقاء جمع ما بين الفريقين في مباراة الذهاب في الجولة الثالثة من بطولة الدوري مع طبعا أريستا. ولدينا علي الأنصاري ونزار رشدان وطارق أحمد. بينما في مقدمة هجوم فريق نادي الإمارات طبعا ضياء السبع والكاسير باكو. بداية المواجهة مباراة كما ذكرت فيها أهمية كبيرة يقود فيها أريستا رفاقة في هذه المباراة من أجل الانتصار. والكل يعلم تماما في ثلاثة مباريات سابقة التاريخ يتحدث بأن الإمارات هو أكثر من تفوق في تلك المواجهات، انتصر في مباراتين وخسر مباراة أمام فريق نادي خورفكان. بداية المباراة الكل يعلم تماما بأن الكل يترقب الآخر والكل سيتربص بالآخر في هذه الليلة، والكل بالتأكيد يسعى لخطف الثلاث نقاط. خورفكان بالتأكيد في وضعية الحصول على ثلاثة نقاط ستكون بالنسبة له قفزة كبيرة، الوصول إلى النقطة رقم 20 والتقدم على البطائح في المركز الثامن. وبالتالي لن يفرط في نتيجة هذه المباراة لأن أيضا لديه حسابات قديمة لابد من تصفيتها الليلة أمام فريق نادي الإمارات. الكرة بالرأس تطلع إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تمز. بداية المواجهة ترقب كبير، ليلة من ليالي رمضان المبارك عاده علينا وعليكم إن شاء الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى دولة الإمارات حكومة وشعبا إن شاء الله. لدينا مباراة يسعى فيها كلا الطرفين من أجل الانتصار ولا شيء غير الانتصار. الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. كلا المدربين كما ذكرت لم يتواجها من قبل، ان كان زينكا او ان كان ايضا ديبوشا. اللقاء الاول جمع عبد العزيز العنبري طبعا المدرب محمد الجلبوت في تلك البطوله وفي تلك في تلك الجوله. وبالتالي كلا الفريقين عانى طبعا من تبديل المدربين خصوصا فريق نادي الامارات، هذا هو المدرب الثالث في هذا الموسم ما بعد محمد الجلبوت، وبعد ذلك اتى الاسباني بلانا غوما، والان ياتي الايطالي والتر سينجا، الرجل الذي دخل طبعا الى الكره الاماراتيه من قبل حينما قاد النصر وحينما قاد فريق نادي العين وحينما ايضا تواجد في فتره من الفترات هنا في انطلاقه هذا الموسم مع او في يعني بديلا طبعا لبلانا غوما مع انطلاقه القسم الثاني لبطوله الدوري. كره اللعب لصالح فريق نادي خورفكان، عرضيه داخل منطقه جزاء تبعد بالراس تعود مره اخرى. لا وجود لغيابات الاسماء، نفس الاسماء اللي طبعا يطمع فيها مدربي الفريقين للتواجد في هذه الامسيه. وبلا شك يعني وجود باكو الكاسير ووجود انيستا سيضع بالتاكيد ثقل كبير لفريق نادي الامارات على مستوى طبعا هذا الموسم. على الجانب الاخر لدينا لورينسي، هذا اللاعب الواضح امامنا في الصوره، الهداف الكبير واللاعب اللي يعول عليه بالتاكيد الكثير في هذه الامسيه، مدرب فريقه طبعا
السيد نيبوشا أن يكون بالتأكيد هو القوة الضاربة على مستوى الهجوم. عمر كيتا في وضعية مختلفة هذه المرة، نشاهد في المتراجع مدافع يبدأ به السيد والتر سينجا بعد أن جاءناه في وسط ملعب المباراة. هذه انطلاقة باكو، هذه خطيرة، فرصة جول، لا 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 أبعدها في اللقطة الماضية، خطيرة كانت لمصلحة الإمارات، خطيرة لمصلحة الصقور في اللقطة الماضية، أبعدها المدافع، حلوة كانت الانطلاقة لمصلحة الصقور في اللقطة الماضية، حلوة كانت التمريرة من باكو الكاسير، كان بالإمكان أفضل مما كان في اللقطة الماضية، ولكن ينجح دفاعات خورفكان في إبعاد الكرة من أمام لاعب فريقنا للإمارات في اللقطة الماضية. صافرة من قبل حكم المباراة، لدينا خطأ واضح، سقوط على أرضية الملعب بالسلامة إن شاء الله، لكن خمس دقائق أولى يكشر فيها بالتأكيد فريق نادي الإمارات عن نواياه، وبالتالي يتقدم. شوف اللمسة، شوف الغمسة، شوف الهمسة، شوف الانطلاقة، شوف المحاولة، شوف باكو كيف تمريرته كانت، يا الله، باتجاه ضياء السبع، ولكن خروج حارس المرمى، التدخل الدفاعي الأتى من رفائيل أنطونيو أنقذ الموقف، أنقذ الموقف، وبالتالي فرصة هدف كانت حاضرة موجودة لصالح فريق نادي الإمارات في اللقطة الماضية. خطأ لمصلحة الإمارات، الخطأ لمصلحة الأسباني الكبير ذو الخبرة الكبيرة طبعا أندريس أنيستا، يرسل كرة أمامية عالية داخل منطقة الجزاء، المحاولة ما زالت مستمرة، الكرة بتتخلص من قبل دفاعات فريق نادي خورفكان، كرة بترجع من لورينسي، انطلاقة على جهة اليسرى لكن أطول من اللازم، طالت على أنطونينيو سيلفا اللي واضح أمامه في الصورة، تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تمس، الكرة ملعوبة من جديد، محاولة لصالح فريق نادي الإمارات، بدأ الإمارات يمسك كرة أكثر، بدأ يتقدم أكثر، بدأ ثقته بنفسه تبدو واضحة تماما من خلال هذه المباراة. فهد بدر ينطلق في محاولة على الجهة اليسرى لكن بتتخلص، تعود مرتدة لمصلحة النسور في هذه اللقطة، محاولة ما زالت مع صالح أو على لفريق نادي خورفكان على الجهة اليمنى، ترجع لكن بتتخلص من باكو الكاسير لأنيستا، الله، حلوة اللمسة أمامية باتجاه ضياء السبع لكن الكرة بتتخلص، الإمارات أقرب، الإمارات أقرب، هذه كرة فهد بدر ممكن العرضية لكن الكرة طالت عليه، رجع خلصها لنفسه، رجعها لنفسه، ممكن العرضية الآن، خطيرة أمام المرمى ولكن أيضا تبعد، الإمارات أفضل بكثير في السبع دقائق الأولى، هو الذي يقترب أكثر، هو اللي يقترب من مرمى فريق نادي خورفكان على جهة اليمنى، محاولة فيها لمسة لضياء السبع، تمريرة من ضياء لكن ترجع الكرة تتخلص من لورينسي، عودة للورينسي لكن التمريرة خاطئة من لورينسي لأنيستا، تمريرات الله الله على تسديدة لكن الكرة أيضا فيها تصدي من دفاعات فريق نادي خورفكان. يا سلام على البداية، مباراة تبدو واعدة، مباراة تبدو فيها النوايا حاضرة بشكل كبير بالنسبة لفريق نادي الإمارات، البحث عن النتيجة واضح منذ بداية المباراة، الوضعية، التشكيلة، الاختلاف الكبير طبعا في تشكيلة السيد والتر زينجا، رجعنا للطريقة الإيطالية 3-5-2 واضح تماما فيها، فريق نادي الإمارات يسيطر نوعا ما على مستوى منتصف ملعب المباراة، وواضح تماما بدأ يهدد مرمى فريق نادي خورفكان منذ الدقائق الأولى لانطلاقة مجريات شوط المباراة الأول. عمر كيتا ينطلق على الجهة اليمنى في محاولة لإرسال الكرة إلى الأمام، ممتازة باتجاه باكو، استقبال الكرة من باكو لكن مسعود سليمان يبعد الكرة من أمامه، عادت شوف السيطرة لفريق نادي الإمارات لكن الكرة تتخلص في انطلاقة مرتدة لصالح فريق نادي خورفكان على الجهة اليمنى، لكن إبعاد الكرة من المدافع إلى رمية تماس، يتدخل المدافع في اللقطة الماضية إلى إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تستمر المباراة، ما زالت المحاولات قائمة، خذ كرة لمصلحة لورينسي على الجهة اليمنى، تمريرة من لورينسي لكن بدون عنوان، الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى ضربة مرمى لصالح فريق نادي الإمارات. ضربة مرمى كما ذكرت التاريخ يميل كثيرا بالنسبة لفريق نادي الإمارات، في ثلاث لقاءات تاريخية جمعت الفريقين على مستوى الاحتراف كان الإمارات هو الأفضل، انتصر في مباراتين وترك الأخرى لفريق نادي خورفكان، وبالتالي الكل يعلم تماما بأن الإمارات يبحث عن الانتصار الأول في هذا الموسم على ملعبه،
والمفارقة بأنه واجه الفريق اللي انتصر عليه مرة يعني في هذا الموسم في انتصار الوحيد كان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري بهدفين مقابل لا شيء، عاد في الإمارات بانتصار الأول من تلك المواجهة، لكن خمس نقاط لا تغني ولا تسمن من جوع حتى هذه اللحظة. الإمارات في المركز الأخير وبالتالي عليه تحسين أوضاع وبداية العودة تبدو من هذه المباراة إذا ما أراد العودة وإذا ما أراد أن يصحح أوضاع على مستوى بطولة جدول ترتيب البطولة. هذا هو طارق، الخبرة الكبيرة طارق، المشوار الطويل إن كان مع الشباب الأهلي إن كان مع النصر أو إن كان مع البدايات في فريق نادي الشارجة، طارق يتواجد مع فريق نادي الإمارات كسكر من الصقور الجديدة. هذه كرة ملعوبة ممتازة من باكو وصلت في مكان في محاولة، يا سلام على المحاولة، لكن أيضا تبعد. لاحظ تراجع فريق نادي خرفكان لتضييق الخناق على المهاجمين. هذه كرة من عمر كيدا ولكن كرة تصل سهلة لديدا، محاولة لمصلحة فريق نادي الإمارات كانت في اللقطة الماضية. كرة بتلعب للأمام عالية وطويلة، عمر كيتا يستقبل الكرة بالرأس لكن هنا وصلت لمصلحة فريق نادي الإمارات، ترجع للخلف الإمارات أكثر استحواذا، وكما ذكرت لدينا يعني نسبة يعاني منها فريق نادي خرفكان في هذا الموسم وهو أقل فريق نسبة في الاستحواذ. هذه كرة تلعب للورينسي في محاولة مرور، لورينسي هذه هيئها خطيرة، أنيسة يتدخل، الكرة عادت من جديد لمصلحة الصقور وتسديدة لكن سهلة لحارس المرمى سهيل عبد الله الحارس اللي يعني الكل تصور أو الكل يعني تحدث بأنه يعني لو كان مع الإمبراطور لكان ممكن يكون يعني بديلا لخالد السناني، لكن اعتقد بوجوده مع فريق نادي الامارات سيجد الفرصه للعب في ظل يعني تألق حارس المرمى خالد السناني على الجانب الاخر. لكن كره تصل الان من جديد لانطونيو على الجهه اليسرى، الكره تبعد من امام انطونيو سيلفا الى خارج ارضيه الملعب الى رميه جانبيه لصالح فريق نادي خرفكان. هذا هو عمر كيتا، واحد من العناصر اللي بدأ يوظفها السيد والتر زينجا كما يريد وكما يشاء، ونشاهد اليوم كلاعب مدافع. هذه الكرة بتلعب الآن لصالح فريق نادي الإمارات، ترجع في وسط الملعب، محاولة موجودة، كرة لصالح فريق نادي الإمارات، في انطلاقة أنيستا على الجهة اليمنى، المحاولة ما زالت مستمرة، الكرة بتلعب لصالح فريق نادي الإمارات على الجهة اليمنى، في انطلاقة محاولة لمصلحة الصقور في هذه المباراة، مباراة يعني تحلق عاليا. هذه كرة خطيرة ما بين النسور والصقور، بالتأكيد مباراة لا تلعب على أرضية ملعب المباراة بل إنها تحلق عاليا في هذه الأمسية ما بين الفريقين النسور والصقور. هذه كرة مبعدة من مسعود سليمان في التوقيت السليم، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، يبعد الكرة تتحول إلى رمية تماس لصالح فريق نادي الإمارات. رمية تماس كرة ملعوبة لصالح فريق نادي الإمارات داخل منطقة الجزاء، هذه بتتخلص تعود مرة أخرى مبعدة كذلك من مدافعي فريق نادي خرفكان، الضغط موجود من أنيستا، الاضطرار للعودة لحارس المرمى أحمد ديدا، يرسل الكرة ديدا إلى الأمام على الجهة اليمنى، طالت مرت إلى خارج أرضية الملعب، ضغط كبير في الربع الساعة الأولى من مجريات المباراة. فريق نادي الإمارات يبدو أفضل بكثير من يعني مما شاهدناه في السابق، ولو أن يعني الإمارات لعب واحدة من أجمل مبارياته على ملعبه حينما واجه فريق نادي طبعا عجمان في 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 الجولة الأولى، وانتهت تلك المباراة بتعادل الفريقين 4-4 في مباراة كانت ماراثونية شهدت 8 أهداف، إلا أن يعني الإمارات لم يحقق بعدها أي انتصار على ملعبه وما بين جماهيره. يسعى في هذه المباراة بلا شك للانتصار، هذه أنيستا ممتازة لفهد بدر، ممكن العرضية خطيرة، أوهو وصلت سهلة، كانت أن تخادع ديدا في اللقطة الماضية، كانت أن تخادع أحمد ديدا لكن الكرة ينقذها أحمد ديدا، وبالتالي فرصة كانت لصالح فريق نادي الإمارات. تستمر الفرص وتستمر المحاولات والمباراة ما زلنا
في انطلاقتها. ما زلنا في الربع ساعة الأولى. كرة اللعب الآن لصالح فريق نادي خرفكة. أمامية على الجهة اليسرى وصلت في انطلاقة، عادت مرة أخرى لصالح سيريرو لاعب الجزراوي السابق. سيريرو تعود الكرة مرة أخرى من رافائيل أنطونيو إلى لورينسي. لورينسي يرسل الكرة هناك على الجهة اليمنى، محاولة لصالح فريق نادي خورفكان ترجع من جديد في وسط الملعب لرافائيل أنطونيو. سيريرو لرافائيل أو عبد اللايف يلعب الكرة على الجهة اليمنى، ترجع لعبد اللايف ينقل الكرة على الجهة اليمنى، وصلت الآن لعادل سبيل. عادل يرسل الكرة أمامية عالية باتجاه أنتونينيو إلى سيلفا في محاولة لأنطونيو سيلفا، ممكن يمر عرضية خطيرة، لكن هنا حارس المرمى السيد عبد الله بالمرصاد يمسك الكرة، وبالتالي فرصة وضاعت على فريق نادي طبعا خورفكة. شوف اللقطة كانت من أنطونيو. خورفكة طبعا بخمس انتصارات هذا الموسم، خمس انتصارات، الانتصارات كانت على حساب حتى على حساب الجزيرة، على حساب النصر، على حساب الوحدة، على حساب حتى مرة أخرى في طبعا انطلاقة الدور الثاني من بطولة الدوري. بينما هنا كرة وتسديدة، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. حلوة كانت من عزيز بيك أمونو، في الواضح أمونو في الصورة، الكرة تطلع إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى. لكن لاحظ معي الانتصارات، انتصار على الجزيرة، انتصار على الوحدة، انتصار على النصر، وانتصار على حتى، يعني رايح جاي، وبالتالي يعني انتصارات كبيرة كانت على فرق كبيرة. هذه الكرة والفرصة الخطيرة اللي كانت لديدا، اللي كانت على مرمى ديدا، واستطاع طبعا انه يمسكها من الخطير اللي واضح كان امامنا في الصورة فهد بدر، اللي سبق طبعا ان سجل في نفس مرمى احمد ديدا، ولكن في مباراة الذهاب هناك في مدينة خورفكة. خمس انتصارات كما ذكرت لخورفكة، بينما تعادلين طبعا يعني كان امام الامبراطور وامام كذلك اتحاد كلبة بواحد واحد. أمام الإمبراطور طبعا تعادل 3-3، وكما ذكرت نتائج كانت قوية لخورفكان، ثلاثة انتصارات على فرق قوية، وانتصار ذهابا وإيابا على حتى، والتعادل مع الإمبراطور في واحدة من العثرات التي كانت للإمبراطور الوصلاوي هذا الموسم، وتعادل كان أمام فريق نادي اتحاد كلبة في ديربي طبعا ما بين الفريقين. كرة ترجع من جديد، سيريرو يلعب لك كرة لكن بالمرصاد، لدينا عمر كيتا، عمر كيتا بيخلص الكرة الماضية، بينما ثمان هزائم تلقاها فريق نادي خورفكان، خسر طبعا من شباب الأهلي، خسر من الإمارات، خسر من البطايح، خسر من بنياس أيضا، من بنياس، من عجمان، من شارجة، من العين، وأخيرا خسر طبعا من شباب الأهلي. كرة بتلعب الآن لصالح فريق نادي الإمارات، عرضية باتجاه باكو الكاسر، لكن بتتخلص، بتتخلص، بينما الانتصار الوحيد كان لفريق نادي الإمارات في هذا الموسم كان على حساب طبعا فريق نادي خورفكان، والتعادل في مباراتين، في مباراة التعادل 4-4 أمام فريق نادي عجمان، والتعادل السلبي أمام فريق نادي بنياس. تستمر المواجهة، باكو يسقط لكن أو هذا ضياء السبع، ما زالت الكرة ماضية، يلعبها على الجهة اليمنى، كرة لصالح فريق نادي الإمارات، تمرير كرة لأريستا، وصلت لضياء، يا سلام على تناقل الكرات ما بين لاعبي فريق نادي الإمارات، بتمريرة وصلت هناك لطارق، تعود لضياء، تغيير اتجاه اللعب ممتازة لفهد، فهد بدر، محاولة المرور، فهد يرسل كرة، محاولة والكرة بتتخلص كذلك من دفاعات النسور في اللقطة الماضية. كرة اللعب على الجهة اليمنى، محاولة فهد بدر ممتازة لانطلاقة على الجهة اليسرى، فيها محاولة، ممكن يمر، ممكن يعدي، وضايق متابعة من المدافع، لكن يكسب من خلالها ركنية، يكسب من خلالها ركنية لصالح فريق نادي الإمارات. ركنية أو حكم المباراة، ما الذي يحتسبه؟ واضح لدينا طبعا يعني العائلات طبعا بادرة جميلة من الرابطة يعني في عيد الأم، واللي بالتأكيد يعني
تبقى الأم مدرسة نتخرج منها، الأم التي قدمت لنا الكثير، الأم التي لطالما كانت هي أم الشعوب وأم الأمم وأم. هذه كرة ملعوبة أمامية في محاولة لكن تصل سهلة لحارس المرمى. تصل الكرة لصالح فريق نادي الإمارات عند سهيل عبد الله. محاولة لصالح فريق نادي الإمارات بداية ما وصلنا للدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول وما زال التعادل السلبي يستمر في هذه المباراة. كرة لسهيل عبد الله سيرسل الكرة إلى الأمام. سهيل عالية وأمامية، محاولة بالكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب يبعدها عادل سمير. والتر زيندا الرجل الذي كان حارسا للمرمى في مواجهة لبوشة. عمر كيتا. كرة لصالح فريق نادي الإمارات. محاولات الكرة على الجهة اليمنى، ما زالت اضطرار العودة للخلف من قبل لاعب فريق نادي الإمارات. الكرة ترجع من جديد، محاولة لصالح فريق نادي الإمارات ولكنها تطلع إلى رمية تمس. رمية تمس يحتسبها حكم المباراة. رمية تمس جديد في انطلاقة لصالح فريق نادي الإمارات أو لفريق نادي خرفكان، لكن سرعان ما تتخلص من فهد بدر. صافرة وخطأ لفهد بدر. من جديد المحاولة توصل لعمر كيتا. عمر في وسط الملعب لطارق. طارق احمد تمريره على الجهه اليسرى. كره مع فريق نادي الامارات في محاوله للوصول لمرمى احمد ديدا. فيها محاوله مرور لكن التغطيه حاضره بتتخلص من اللاعب عزيز بيكابونوف. في وسط الملعب توصل لانطونيو على الجهة اليمنى. فيها محاولة لعادل سمير. عادل يحاول مر يسلم كرة في وسط ملعب سعيد أحمد. سعيد أحمد ملعوبة الكرة لعبد اللياف على الجهة اليمنى. عمر سعيد لمسة على الجانب الأيمن. محاولة لصالح فريق نادي خرفكان. تهيئة كرة هذه خطيرة وتسديد جول 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 جول. خرفكان يسجل أول أهداف المباراة عن طريق عمر سعيد. عمر سعيد يسجل ويفرح ويسعد نيبوشا. يسجل في مرمى الصقور. النسور هذه المرة تحلق في ليلة المباراة التي تحلق عالية ما بين الصقور والنسور. يحلق الآن مبكرا النسور بهدف المباراة الأول. يسجل خرفكان في مرمى الإمارات عن طريق عمر سعيد. عن طريق عمر سعيد يفتتحون اللقاء ما بعد أن كان الإمارات هو الأقرب للتقدم في المباراة، إلا أن فريق نادي خرفكان هو من يباغت هو من يسجل. عمر سعيد يسجل هدفه الأول في هذا الموسم وبالتالي يفتح الطريق أمام فريقه وأمام المهاجمين، لأنه مدافع الظهير الأيمن الذي سجل أول أهداف المباراة وبالتالي هدف لخرفكان مقابل ناشئ للإمارات. هدف لخرفكان مقابل ناشئ للإمارات إذن. وبعد أن كان يعني الدقائق الأولى فيها استحواذ كبير لفريق نادي الإمارات، كان هو الأقرب للتسجيل، كان هو الأقرب للوصول إلى مرمى فريق نادي خرفكان. كرة تلعب أمامية سعود سليمان، لكن ما يحسب لأبناء سيد نيبوشا وهو طبعا التماسك الدفاعي اللي استطاعوا طبعا أن يغلقوا فيه المنطقة أمام لاعبي فريق نادي الإمارات. تعود الكرة للورينسي. هدف يعطي ثقة لفريق نادي خرفكان وبالتالي يجعلهم يتقدمون أكثر. سوريرو يعيد الكرة لعمر سعيد. عمر على الجهة اليمنى محاولة
الجهه اليمنى اللي بالتاكيد فك طلاسمها فريق نادي خرفكان، واستطاع الوصول الى مرمى سهيل عبد الله. كره تلعب في مكان خطير تبدو، محاوله خطيره، جول! الله، ضاعت الكره تطلع الى خارج ارضيه الملعب. خطيره كانت من اومونوف، خطيره كانت من عزيز بيك. اومونوف يسدد والكره تطلع الى خارج ارضيه الملعب. شوف التسديدة يا إلهي، محاولة كانت في مواجهة المرمى مباشرة من عزيز بيكومونوف، ولكن الكرة مرت جانبية إلى خارج أرضية الملعب. خلل في الجهة اليمنى واضح تماما في دفاعات فريق نادي الإمارات. على السيد والتر زينجا أن ينتبه لذلك، وبالتالي واضح التعليمات الآن. والتر زينجا الرجل الذي يعود مرة أخرى إلى ملعبنا ما بعد 2007 مع الزعيم والعميد النصراوي من 2011 حتى 2013 وفريق نادي الجزيرة في 2014 يقود الإمارات، خلفا طبعا للمدرب الأسباني طبعا بلانا غوما، الرجل الذي لن ينسى ما فعله طبعا في فترة الأولى قضاء طبعا مع فريق نادي النصر. استطاع طبعا أن يغير الكثير، واستطاع طبعا أن يدخل نهج جديد إيطالي لتشكيلة النصراوية وأيضا لفريق نادي العين اللي خسر مع طبعا نهائي كأس رئيس الدولة في 2007 مع فريق نادي طبعا فريق نادي العين. هذه كرة تلعب على جهة اليسرى، كرة لعمر كيتا. عمر كيتا يرجع الكرة للخلف لمحمد جلال، استقبال كرة من محمد جلال، بداية هجمة لفريق نادي الإمارات. البحث عن تسجيل هدف في اللحظات القادمة سيكون بالتأكيد يعني مطلب بالنسبة للكتيبة الإماراتية، كتيبة الصقور في هذه المباراة، من أجل الخروج طبعا من المأزق ومن الأنفاق المظلمة التي يتواجد فيها فريق نادي الإمارات على مستوى جدول ترتيب البطولة. كل ما مرت الجولات وكل ما مر الوقت بالتأكيد الأمور تصبح أكثر تأزيما أو أكثر تعقيدا، أكثر تأزما وأكثر يعني تعقيدا، وبالتالي لا بد من الانتصار، لا بد من تحقيق وجمع النقاط، النقاط اللي بالتأكيد بإمكانها أن تخرج الإمارات من هذه الوضعية. كرة تلعب اليسار لفريق نادي خرفكان في وسط الملعب، تغيير اتجاه اللعب، الكرة تصل هنا لعادل سبيل. عادل سبيل يحاول يعدي عادل، ما زالت الكرة معاه، بتتخلص من قبل دفاعات فريق نادي الامارات. الكرة عند انيستا، تمريرة لا تصل، الكرة مقطوعة الآن، تتحول من سيريرو، عادت مرة أخرى للورينسي. لورينسي في محاولة المرور، لورينسي الكرة ما زالت المحاولة قائمة لصالح فريق نادي خرفكان. عند أنطونيو سيلفا يهيئ لك كرة، ترجع مرة أخرى لأنتونينيو، ترجع الكرة من جديد لسيريرو. سيريرو الكرة بتتخلص على الجهة اليمنى، ما زالت المحاولة قائمة لمصلحة فريق نادي خرفكان. خروج حارس المرمى سهيل عبد الله، وبالتالي كرة في متناول سهيل عبد الله، كرة في متناول سهيل عبد الله. طبعا اثنين يعانوا على مستوى طبعا المركز الرابع عشر والمركز الثالث عشر حتى والامارات، بينما اتحاد كلبه عنده 13 نقطة في المركز الثاني عشر، عجمان في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، البطولة يتصدرها طبعا الامبراطور برصيد 39 نقطة، يأتي خلفه طبعا فريق نادي العين ب 31 نقطة. هذه كرة أمامية عالية، استقبال كرة، تسديدة، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تتحول لضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح فريق نادي لمصلحة فريق نادي خرفكان. محاولات ما زالت مستمرة، وبالتالي البحث عن تقليص الفوارق ومعادلة النتيجة أمر مهم بالنسبة لفريق نادي الإمارات. الإمارات اللي بدأ قويا، بدأ متقدما، بدأ يعني حسبناه هو الأقرب للتسجيل، يفاجئنا بعد ذلك فريق نادي خرفكان بأنه هو من كان الأقرب، ولكنه كان يتربص بالفرصة الأولى التي وجدها طبعا عمر سعيد وسددها في المرمى. كرة تلعب باتجاه باكو،
ترجع للخلف رافائيل أنتونيو. رافائيل أنتونيو يلعب الكرة مرة أخرى، كرة لصالح فريق نادي خورفكان، بتتخلص من فريق نادي خورفكان، ترجع لأنيستا، أنيستا يلعبها في وسط الملعب، فيها تقدم، فيها محاولة لصالح فريق نادي الإمارات. الضغط موجود على اللاعب في اللقطة الماضية، نزار رشدان لاعب فريق نادي أو لاعب المنتخب الأردني ولاعب فريق نادي الإمارات. كرة تلعب للورينسي، يتقدم لورينسي لكن الكرة تتخلص من أمام لورينسي، عادت لأنتونينيو. لورينسي كرة بتلعب على الجهة اليسرى، أنتونيو فالمور سيلفا يلعب الكرة من جديد، عادت الكرة للخلف لصالح فريق نادي خورفكان لأنتوني سيلفا في محاولة المرور، ينجح، ممكن يمر، يعرض لك كرة خطيرة ولكن الكرة تتخلص من قبل مدافع فريق نادي الإمارات. عادت الكرة من جديد لنزار الرشدان، الرشدان ما زالت الكرة معاه، يرجعها للخلف عند عمر كيتا، يرسل الكرة عمر إلى الأمام لكن أقرب لدفاعات فريق نادي خورفكان، يتدخل عمر كيتا، تخليص الكرة نزار الرشدان، يرجع الكرة لصالح حارس مرمى فريق نادي طبعا الإمارات. حسين عبد الله كرة بتلعب الآن لصالح فريق نادي الإمارات على الجهة اليسرى، كرة فيها انطلاقة، فيها محاولة على الجهة اليسرى، فهد بدر يضطر للعودة للاعب طارق أحمد، طارق يرجع الكرة للخلف عند محمد جلال لنزار الرشدان، نزار هذا هو نزار يرجع الكرة لعمر كيتا، شوف نسبة الامتلاك والاستحواذ والتمريرات، يعني واضح تماما في أفضلية لفريق نادي الإمارات، لكن على مستوى النتيجة يعني يبقى فريق نادي خورفكان هو المتقدم بهدف المباراة الوحيد اللي سجله طبعا عمر سعيد. الكرة لعمر كيتا، يتقدم عمر، فيها محاولة، ما زال يتقدم، عرضية خطيرة أمام المرمى لكن الكرة بتتخلص مبعدة من أمام طبعا باكو الكاسير، لكن تقدم كان جميل لعمر كيتا في اللقطة الماضية، تقدم جميل لعمر، اللاعب اللي واضح أمامنا في الصورة اللي تقدم، شوف هو مدافع مساك، تقدم إلى الأمام، بذل مجهود، أرسل الكرة عرضية باتجاه باكو الكاسر، لكن الكرة كانت مبعدة من المدافع، بعد ذلك عاد للمحاولة فيها ولكن سقط والكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، أبعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. شوف رافائيل أنتونيو وكذلك مسعود سليمان قلبي دفاع فريق نادي خورفكان، بينما واضح لدينا صاحب هدف المباراة الوحيد عمر واللي بدأ الكرة طبعا عمر من الأساس، بعد ذلك عبد اللايف أو عزيز بيكومونوف هو اللي هيأ للكرة، سددها في المرمى وتقدم فريق نادي خورفكان بالهدف الأول بالضربة الأولى، باللمسة الأولى كانت عن طريق اللاعب عمر السعيد من تسديدة يعني سكنت شباك فريق نادي الإمارات. إذا الهدف الأول عمر سعيد في هذا الموسم، لكن تبقى يعني يبقى طبعا لورينسي هو من يعول عليه الكثير، اللاعب السابق لفريق نادي المطايح، هذا هو والتر زينجا الذي كان حارس مرمى وابن حارس مرمى، لأن والده هو ألفونسو زينجا الحارس السابق لنادي نابولي. زينجا كان وما زال واحد من أبرز ما قدمته طبعا إيطاليا على مستوى حراس المرمى، أيقونة الإنتر وإيطاليا، وحاز على لقب أفضل حارس يعني تختاره الفيفا لثلاث مرات على التوالي في 89 والتسعين والواحد وتسعين، طبعا شارك في بطولتين لكأس العالم في 86 والتسعين، 86 طبعا في المكسيك والتسعين طبعا في البطولة اللي نظمتها إيطاليا ولكنها خرجت من نصف النهائي. هذه كرة ملعوبة على الجهة اليسرى، البطولة اللي ذهبت طبعا لدييغو أرماندو مارادونا لمواجهة طبعا ألمانيا في المباراة النهائية وانتصر فيها طبعا فرانس بيكي باور طبعا مدرب طبعا منتخب طبعا ألمانيا في تلك البطولة. وبالمناسبة ياني بوشا والتر زينجا يعني كان معلق كرة قدم في فترة من الفترات.
طبعا على مستوى طبعا المعلقين يعني المدربين اللي عملوا طبعا في مجال التعليق في دورينا. يعني يبقى طبعا جبرائيل كالديرون والرجل الذي سبق له أن قاد فريق نادي خرفكان كذلك في فترة من الفترات، مدرب طبعا الوصل في 2014 و2000 حتى 2016، كان أيضا من المدربين اللي عملوا في مجال التعليق، وأيضا والتر زينجا عمل في مجال التعليق الرياضي. يعني ربيعنا صاحبنا يعني زميل سابق في عالم التعليق. هذه الكرة كانت بهذه الطريقة، انطلاقة كانت أيضا بهذه الطريقة، لكن عمر السعيد هو اللي خلص الكرة أبعدها إلى خارج أرضية الملعب. كرة اللعب إلى الأمام، محاولة على الجهة اليمنى، استلام كرة من أومروف عزيز بيك، يهيئ الكرة، هذه خطيرة، هذه فيها تسديدة لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يا الله على الكرة، سعيد أحمد حاول أن يركنها في الزاوية البعيدة، الزاوية الصعبة على حارس المرمى سيد عبد الله، لكنها مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تحولت الكرة إلى ضربة مرمى، تحولت الكرة إلى ضربة مرمى. يا إلهي على فرصة أخرى. شوف هو كان يعني ما في شك هو كان قاصدها في الزاوية البعيدة، كان يعني حطها بعقل، لكن يعني خانتها طبعا مسألة التوجيه السليم للزاوية، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. طبعا لقاءات عديدة جمعت الفريقين، ولكن كما ذكرت في بطولة الدوري يبقى طبعا ثلاثة لقاءات سابقة جمعت الفريقين في تاريخ لقاءات الفريقين، والأولى كانت طبعا في موسم يعني الموسم 21-22 حينما انتصر فريق نادي خرفكان بهدفين مقابل هدف في تلك المباراة. اللقاء الثاني انتصر طبعا في فريق نادي المباراة 2-1 هنا في ملعبه، سجل في تلك المباراة ليثري سيلفا وجوزيف كنادو، بينما الهدف الوحيد كان لدوغلاس تانكي لاعب فريق نادي خرفكان. اللقاء الأخير طبعا اللي جمع الفريقين كان في ملعب فريق نادي خرفكان، هناك في ملعب صقر استاذ صقر بن محمد القاسمي، وانتهت المباراة بهدفي باكو الكاسير وفهد بدر اللي سجل طبعا في الدقيقة 90 من ذلك اللقاء. سقوط صافرة خطأ من قبل حكم المباراة عادل سبيل، طبعا اللي يعني فريق نادي خرفكان رفع طبعا استذلال طبعا في تلك المباراة اللي يعني أخرجت فيه البطاقة لعادل سبيل، استأنف فريق نادي خرفكان وعاد طبعا سحبت تلك البطاقة، والآن عادل سبيل يعني أساسيا مع فريق نادي خرفكان. كرة فيها خطأ في مكان خطير للغاية لصالح فريق نادي الإمارات. هل يعود أصدقاء ضياء السبع فيما تبقى من عمر المباراة؟ ضياء السبع يبدو وزنه زايد، وزنه زايد يبدو واضح تماما ذلك. عموما كرة في غاية الخطورة لضياء السبع، يرسلها داخل منطقة الجزاء بالراس، خطيرة ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، مطالبة بوجود ركنية، حكم المباراة يحتسبها ضربة مرمى. حكم المباراة السيد خالد ناجم يحتسبها ضربة مرمى في ظل المطالبة بوجود الركنية لصالح فريق نادي خرفكان. راح نشوف فيها ركنية، فيها ركنية عموما، لكن هي تبقى يعني ويبقى قرار حكم المباراة هو الفاصل في هذه المباراة والقرار الأول والأخير. عموما كرة اللعب لصالح فريق نادي الإمارات، هل يعود الإمارات في آخر خمس دقائق من زمن شوط المباراة الأول؟ هل قبل أن يتجه إلى غرف الملابس يعادل النتيجة مع فريق نادي خرفكان؟ نتابع انطلاقات فهد بدر على الجهة اليسرى، فهد يسيطر على كرته بيرجعها للخلف عند الطارق، طارق أحمد بيلعب الكرة يعني استا لطارق، مرة أخرى كرة اللعب لصالح فريق نادي الإمارات في لمسة ممتازة وصلت لباكو، خطيرة أمام المرمى لكن مستحيل المرور بهذه الطريقة يا باكو، الكرة تذهب من أمامه إلى خارج أرضية الملعب مبعدها من رافائيل أنطونيو اللي أبعدها إلى ركنية. تطلع الكرة إلى ركنية لصالح فريق نادي الإمارات، هل يأتي التعادل؟
قبل الذهاب إلى غرف الملابس. هل يعودون أصدقاء أنيستا؟ كرة عرضية عالية لكن بالمرمى، دفاعات جيدة لفريق نادي خرفكان في شوط المباراة الأول. للأمانة يعني استطاعوا طبعا أن يحافظوا على ثباتهم مع انطلاقة أولى كانت لفريق نادي الإمارات فيها نوايا واضحة للوصول المبكر إلى مرمى فريق نادي خرفكان، لكن استطاع فريق نادي خرفكان ودفاعاته أن يحافظوا على الاتزان الدفاعي ولم يتلقوا أي هدف في شوط المباراة الأول حتى هذه اللحظة. تدخل بهذه الطريقة من طارق على عادل سبيل وبالتالي صفرة من قبل حكم المباراة خطأ. هذا هو والتر زينجا، قامة كبيرة في عالم كرة القدم بالمناسبة، يعني امتدادا لديني زوف مع اليوفي ولاتسيو ومنتخب ايطاليا وفيورنتينا. يعني واحد من افضل الحراس اللي مروا في تاريخ الكرة الايطالية. نتحدث عن ديني زوف، عن والتر زينجا، عن بوفون، كل هذه الاسماء اللي مرت في تاريخ ومسيرة الكرة الايطالية تبقى قامة كبيرة في حراس المرمى. هناك الكثير طبعا من حراس المرمى اللي اصبحوا مدربين بعد ان كانوا حراس مرمى. يعني تحدثنا عن ديني زوف مع اليوفي ولاتسيو ومنتخب ايطاليا، ومن العرب طبعا بادو الزاكي مع الفتح الرباطي والوداد البيضاوي والمنتخب المغربي كذلك، واكيد طبعا معتز عبد الله اللي شفناه الان مدرب للبطايح في فتره سابقه والحارس السابق لمنتخبنا وفريق نادي العين. كره تلعب الان لصالح فريق نادي خرفكان، محاوله لمصلحة فريق نادي خرفكان، في انطلاقة للاعب اللي حاول قبل قليل في مرمى فريق نادي الإمارات سعيد أحمد. ترجع الكرة لعادل سبيل، عادل يرسل الكرة هناك عند رافائيل أنطونيو، استقبال الكرة من رافائيل أنطونيو، يرسل الكرة أنطونيو إلى الأمام في مكان سليم. هذه انطلاقة لعمر سعيد، يا سلام سيطر على كرة أرسلها ممتازة لعزيز أومونوف، ولعمر سعيد من جديد ممكن يرسلها عرضية لكن فضل التمرير. هذه وصلت لأومونوف من جديد في محاولة لصالح فريق نادي خرفكان، لكن تستقر الكرة عند أنيستا. أنيستا ومنتخب أسبانيا وكأس العالم في 2010، البطولة اللي لابد أن تكون ذكرى أيضا يعني مقيم الحكام كذلك السيد عيسى درويش المونديالي اللي كان حاضر تلك البطولة، وحينما كان شاهدا على أنيستا وهو يسجل الهدف الوحيد اللي طبعا حقق من خلال المنتخب الأسباني بطولة كأس العالم في مرمى المنتخب الهولندي. لمسة ممتازة، هذه محاولة على الجهة اليسرى لصالح فريق نادي الإمارات، عرضية عالية، الكرة بتتخلص والكرة تبعد من أمام طارق، عادت لعمر كيتا، ترجع من جديد المحاولة على الجهة اليمنى، ما زالت خطيرة لفريق نادي الإمارات، ترسل عرضية باتجاه اللاعب ضياء السبع الرجدان، كرة من الرجدان، تسديدة يا سلام حلوة كانت من الرجدان، ولكن الكرة سهلة في أحضان حارس المرمى أحمد ديدا. حلوة كانت التسديدة، جرب فيها عضة، ولكن الكرة سهلة في أحضان حارس المرمى أحمد ديدا. الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب بسلامة إن شاء الله. والتر زينجا يبدو بأنه يعني خلاص سلم بأن شوط المباراة الأول سينتهي بهذه النتيجة، يعني خلاص نلعب في آخر دقيقة، عليها أن يفكر في شوط المباراة الثاني في الأسماء اللي ممكن يعني تصنع الفارق. يعني أنا أتساءل دائما يعني لماذا ليثري سيلفا ولم يبدأ أساسيا في أي مباراة في تشكيلة السيد والتر زينجا. ليثري سيلفا واحد من اللاعبين اللي حقيقة مزعجين، وكل ما نزل في أرضية ملعب المباراة يشكل فارق واضح. عندك ليثري سيلفا، عندك ممكن يشرك إسماعيل الحمادي،
في شوط المباراة الثاني. إسماعيل الحمادي الذي سيعود لمواجهة فريق السابق وهو من كان مع فريق نادي خرفكان في فترة من الفترات. الكرة موجودة مع أنطونيو فالمور في محاولة المرور، الكرة تتخلص من أمام أنطونيو فالمور وسيلفا، كلها أسماء، وأنتونينيو كلها أسماء لهذا اللاعب، وبالتالي هناك مطالب بوجود خطة. لدينا دقيقتين وقت محتسب بدل ضايع، سيكون طبعا ما تبقى من شوط المباراة الأول. كرة اللعب على الجهة اليسرى، محاولة تستمر، كرة لصالح فريق نادي الإمارات، البحث عن التعادل قبل نهاية مجريات الشوط الأول. طارق يلعب الكرة لعمر كيتا، عمر في محاولة على الجهة اليمنى، الكرة ما زالت ولكن ينجح دفاعات فريق نادي خورفة كان في تخليص الكرة الماضية. تعود مرة أخرى فيها رمية تماس، راح ينفذها الأنصاري، علي الأنصاري على التنفيذ، على تنفيذ رمية التماس لصالح فريق نادي الإمارات. هي ستكون اللقطة الأخيرة تبدو في شوط المباراة الأول. هل يستطيع من خلالها فريق نادي الإمارات معادلة النتيجة والخروج يعني متعادلة في شوط المباراة الأول؟ راح نتعد ونشوف. هذه كرة يحاول فيها أنطونيو، يسقط أنطونيو صافرة وخطأ لصالح فريق نادي خرفكان، خطأ لصالح فريق نادي خرفكان. شوف التدخل اللي كان من علي الأنصاري، والتر زينكا ما زال يفكر، والتر زينكا ما الذي سيفعل في شوط المباراة الثاني؟ رجل يمتلك بالتأكيد يعني خبرة كبيرة في الملاعب، لكن حتى الآن ديبوشو هو من يتفوق عليه في هذه المباراة، هو من يتفوق عليه ديبوشو اللي حقق طبعا انتصارات كبيرة مع الفيصلي الأردني. كرة اللعب في محاولة لصالح فريق نادي الإمارات، أنيستا يحاول يتقدم، أنيستا مسرت الكرة، باكو الكاسر، تمريرة خاطئة من الكاسر. عادت مرة أخرى الكرة على الجهة اليسرى، محاولة ما زالت لصالح فريق نادي الإمارات فهد بدر. وهنا سيداتي أرساتي سادتي مشاهدينا الكرام، مدرب نيبوشا يحتفظ بنفس أسماء، بينما هنا سيداتي أنساتي سادتي ينطلق شوط المباراة الثاني بصافرة حكم المباراة السيد خالد الناجم. نتمنى التوفيق لكلا الفريقين. كرة تصل إلى لورينسي، لورينسي برجع الكرة لعمر سعيد، عمر سعيد في وسط الملعب، عبد اللايف، عبد اللايف تمريرة لسيريرو، كرة لمسعود سليمان يرسل فيها كرة على الجهة اليسرى لكنها تطلع إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس لصالح فريق نادي الإمارات. المطالب في شوط المباراة الثاني بأن يعود للمباراة، المطالب بحصد النقاط لأنه بدأ بالتأكيد يدخل في عمق الأنفاق المظلمة في جدول الترتيب، وبالتالي يعني القادم من باقي البطولة سيكون لكل مباراة بالتأكيد لابد أن يضعها بمثابة المباراة النهائية، مباراة حاسمة لابد أن يحرز فيها الانتصار لكي ينجو بنفسه من شبح الهبوط في دوري الدرجة الأولى. كرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، هذه جماهير الصقور تتابع وتشاهد، تمني النفس بالتأكيد بتوفيق فريقها في هذه المباراة. كرة بتلعب على الجهة اليمنى، تصل لصالح فريق نادي الإمارات، محاولة مرور ناجحة، الكرة عند طارق، طارق بيرجعها لأنيستا، تغيير اتجاه اللعب، الكرة تصل هنا عند فهد بدر، فهد بيحاول ينطلق، فهد بمرر الكرة لكن أيضا تغطية دفاعية ممتازة لصالح فريق نادي خورفكان. ترجع مرة أخرى الكرة لطارق، طارق بيرسل الكرة على الجهة اليسرى، يا سلام استقبال كرة من جميل من فهد بدر، يحاول يمر، الكرة تطلع مبعدة لكن هناك في تدخل وبالتالي صافرة وخطأ على اللاعب فهد بدر اللي واضح أمامنا في الصورة. صافرة وخطأ على فهد بدر، شوف هو اللي عدى، هو اللي يعني لامس قدم اللاعب مسعود سليمان وبالتالي أو اللاعب عبد اللايف، وبالتالي تدخل حكم المباراة بإطلاق صافرة خالد ناجم معلنا وجود خطأ لصالح فريق نادي خورفكان. سنرى كيف سيفكر كلا المدربين، إن كان نوبوشا أو إن كان المدرب والتر سينجا،
الرجل الذي يسعى بإنقاذ موسم بالنسبة لفريق نادي الإمارات فيما تبقى من هذا الموسم. كرة فيها صافرة، سقوط اللاعب طارق أحمد على أرضية ملعب المباراة، خطأ على اللاعب عمر سعيد، خطأ لصالح فريق نادي الإمارات. الإمارات للأمانة كان أفضل في عملية احتفاظ بالكرة، في عملية السيطرة على أرضية ملعب المباراة، ولكن الأفضلية بالتأكيد يعني لا تأتي إلا بالنتيجة، النتيجة اللي تقدم فيها غور فكان بهدف مقابل شيء. طارق، الكرة طالت على ضياء السبع، عادت مرة أخرى لفهد بدر، فهد بيحاول يمر، ممكن يرسل الكرة عرضية، يغير راية، الكرة ما زالت معه إلى طارق من جديد، طارق إلى أنيستا، أنيستا بيحاول يمر، الكرة ما زالت مع أنيستا، يتركها بالتأكيد فهد لبدر، فهد بدر لأنيستا، أنيستا ما زال يتوغل، ما زال يتعمق، ولكن الكرة تصل إلى ركنية كما يحتسبها حكم المباراة، ركنية لصالح فريق نادي الإمارات. شوف كيف عدى، حاول أنه يمر الكرة مع أنيستا، ولكن بهذه الطريقة يتدخل الدفاعات، إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب من قبل اللاعب طبعا في اللقطة الماضية سعيد أحمد. كرة عالية لكن التقاط الكرة من حارس المرمى أحمد ديدا، مباراة الرابعة في تاريخ لقاءات الفريقين، كلا الفريقين يسعيا طبعا لتأمين أوضاعهم على مستوى جدول ترتيب البطولة. طبعا خورفك كان باعتبار أن فريق نادي الإمارات طبعا فريق صاعد من الدرجة الأولى، خورفك كان لعب أمام الصاعدين إلى دوري المحترفين 13 مباراة سابقة، فاز في 6 وتعادل في 2 وخسر 5، من ضمنها طبعا خسارة الجولة الثالثة واللي كانت أمام فريق نادي الإمارات في هذا الموسم. لكن كما ذكرت خورفك كان أقل طبعا من البقية على مستوى الاستحواذ طبعا، واللي بدل يعني ما يكون هو عامل ضده في هذه المباراة، استطاع طبعا فريق نادي خرفكان أن يتقدم بهذا اللاعب في شوط المباراة الأول بهدف مقابل لا شيء. الكرة ملعوبة على الجهة اليمنى، فهد بدر بيرجع الكرة للمدافع، كرة اللعب إلى الأمام عالية وطويلة، استقبال كرة من باكو الكاسر ممتازة، هذه كرة مررها خاطئة باكو الكاسر، في الكثير من التمريرات الخاطئة من قبل لاعبي فريق نادي الإمارات، لكن الآن الكرة ترجع مرة أخرى من علي الأنصاري لأنيستا، أنيستا لباكو، لأنيستا مرة أخرى بحاول يعدي، لكن الكرة تتخلص كذلك، عادت الآن مرتدة لفريق نادي خرفكان، الكرة مع فلورنسي، فلورنس أو لورنسي، لورنسي من جديد يطمئن فيها على سلامة لاعب فريق نادي الإمارات باكو الكاسير، روح رياضية كبيرة من لورنسي، كرة من عمر سعيد، لورنسي من جديد، لورنسي لاعب اللي كان هداف للبطايح في هذا الموسم، بالمناسبة لم يوفق كثيرا في هذا الموسم، لكن يبقى واحد من الأسماء المهمة في كتيبة فريق نادي خرفكان واللي يعتمد فيها كذلك سيد نيبوشا طبعا هداف في هذه البطولة. طبعا لابا كوتو برصيد 11 هدف، يأتي خلف فابيو ديليما، لا نعلم إذا ما كان سجل في مباراة الآن أمام فريق نادي بنياس، عنده 9 أهداف، عمر خريبين 9 أهداف، علي مبخوت 9 أهداف، و8 أهداف لكايو، و7 أهداف لكل من مانولو ولورينسي اللي عنده 7 أهداف طبعا في هذا الموسم. كرة اللعب لصالح فريق نادي الإمارات، ترجع من جديد على الجهة اليسرى، كرة من فهد، يسقط فهد وصافرة من قبل حكم المباراة، وتدخل كان حاضر موجود من عمر سعيد، تدخل قوي من المدافع عمر سعيد على قدم اللاعب فهد بدر، واحد من الأسماء الرائعة جدا فهد بدر، هذا هو الواضح أمامنا في الصورة، يسقط على أرضية ملعب المباراة، هذا هو عمر سعيد. هنا سعيد نيبوشا طبعا المدرب الذي أتى خلفا طبعا المدرب عبد العزيز العنبري في هذا الموسم، هناك طبعا ضرب أرقام قياسية في هذا الموسم على مستوى طبعا إقالة المدربين بالمناسبة، والتر زينجا هو ثالث مدرب يظهر هذا الموسم مع فريق نادي الإمارات،
بداية طبعا بالجالبوت، بعد ذلك بلانا جوما، والآن والتر زينجا. كرة اللعب على الجهة اليمنى، عمر كيتا يتقدم، عمر يرسل الكرة لكن أيضا مقطوعة. قلت لك في خلل في عملية يعني التمريرات، في خطأ واضح تماما في الكثير والعديد من التمريرات الخاطئة من قبل لاعبي فريق نادي الإمارات. أنيستا في محاولة المرور، يسقط أنيستا صافرة من قبل حكم المباراة، وخطأ لصالح فريق نادي الإمارات. هذا هو أنيستا، أنيستا برشلونة الرسام والقائد واللاعب اللي كان بالتأكيد يعني يقدم مع سيد غوارديولا وأنيستا وتشافي وبقية الأسماء رسمة من أجمل الرسمات على مستوى أوروبا، وهي رسمة الانتصارات التي قدمها برشلونة في تلك الفترة مع أنيستا وميسي وكذلك تشافي وبقية الأسماء اللامعة نيمار. عموما هنا التدخل حاضر من باكو الكاسر، اللاعب القادم على سبيل الإعارة طبعا من نادي الشارجة. كرة فيها تدخل، فيها صافرة كذلك من السيد خالد ناجم، يعلن فيها عن وجود خطأ لصالح فريق نادي الإمارات، خطأ لصالح فريق نادي الإمارات. نزار الرشدان يرجع كرة لعمر كيتا لأنيستا، التمريرة حاضرة لصالح فريق نادي الإمارات باتجاه باكو. شوف كل الكرات مقطوعة بهذه الطريقة، كل الكرات فيها خطأ وفيها خلل في عملية التمرير. هذه كرة ملعوبة لصالح فريق نادي الإمارات، يا سلام الحلول الفردية، تسديدة المطالبة بوجود ركلة جزاء خطيرة ما زالت أمام المرمى، ولكن التدخل حاضر من دفاعات فريق نادي خورفكان. تعود الكرة من جديد، حكم المباراة أمر باستمرارية اللعب. الآن هجمة مرتدة لصالح فريق نادي خورفكان، انطلاقة لسعيد أحمد، سعيد يتدخل وهناك صافرة وخطأ لصالح فريق نادي خورفكان. هل هناك ركلة جزاء؟ هل هناك ركلة جزاء؟ المهم بدأ الشك يتوارد لحكم المباراة. شوف سعيد سليمان، هل أو سعود سليمان، سعود سليمان هل صدت الكرة في إيده؟ راح نشوف. أوه فيها شك، فيها شك. تسديدة علي الأنصاري اللي كان يطالب وجود لمسة يد، أعتقد أنها يعني ممكن يكون فيها كلام ثاني، ممكن يكون فيها كلام ثاني، ممكن يكون فيها ركلة جزاء. الآن بدأ حكم المباراة يطمئن على قراره إذا ما كان في ركلة جزاء أم لا. راح نشوف حكم المباراة بالتأكيد. هناك طبعا في عربة الفيديو وفي غرفة الفيديو لدينا الحكم طبعا محمد الهرمودي المونديالي الآخر طبعا في 2018 في روسيا، ولدينا أيضا مساعدة خميس فيروز. عموما حكم المباراة لم يحتسب شيء. لدينا خطأ لصالح فريق نادي خورفكان، خطأ لصالح فريق نادي خورفكان. كرة اللعب من سعيد أحمد، التمريرة وصلت لعمر سعيد، عادت مرة أخرى لسعيد أحمد، تمريرة من سعيد لسيريرو، الكرة لسعيد، سعيد أحمد تخرج الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس، رمية التماس لصالح فريق نادي الإمارات. سيريرو كان يطالب بوجود خطأ، سيريرو لاعب الجزراوي السابق، لاعب الجنوب أفريقي مع فريق نادي خورفكان، وأعتقد أنه اللاعب الجنوب أفريقي الوحيد إذا ما لم تخني الذاكرة في بطولة الدوري. كرة اللعب تعود للخلف إلى الأمام عالية، استقبال الكرة بالرأس، كرة لصالح فريق نادي خورفكان، ترجع في انطلاقة على الجهة اليمنى، محاولة لعزيز بإك أومونوف، عزيز بيعدي، عزيز بمر، عزيز يتقدم، ما زالت الكرة خطيرة، عزيز، عزيز بيك يرسل كرة عرضية باتجاه أنطونيو، لكن الكرة بترجع مرة أخرى لصالح فريق نادي خورفكان من لورينسي لأنطونيو سيلفا، أنطونيو ممتازة على الجهة اليسرى، ممكن العرضية هي كذلك، وتدخل من المدافع، إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى ركنية لصالح فريق نادي خورفكان، ركنية لصالح فريق نادي خورفكان. يبدو بأن خورفكان في هذه المباراة يعني عامل مباراة فيها انسجام كبير ما بين خطوطه، وبالتالي استطاع طبعا
أن يحافظ على الترابط مع انطلاقة شوط المباراة الأول اللي كان فيها قريب فريق نادي الإمارات من التنسيق. الآن بدأ يفكر في إضافة هدف ثاني في توسيع الفارق ما بينه وما بين الإمارات فيما تبقى من شوط المباراة الثاني والمباراة. كرة فيها ركنية. مجموعة من الأسماء في الانتظار داخل منطقة الجزاء. شوف التركيز العالي، بينما هنا سيلفا أنطونيو يرسل كرة عرضية عالية، الكرة بتتخلص عادت في مكان لصالح فريق نادي غورفكان. الكرة على الجهة اليمنى ما زالت مستمرة للورينسي. لورينسي بيرجع للخلف عند عمر سعيد، وصلت لعزيز بيك، تسديدة من عزيز تتحول الكرة إلى ركنية من جديد. تتحول الكرة إلى ركنية من جديد بعدما اصطدت في المدافع محمد جلال. اصطدت في المدافع محمد جلال وبالتالي تحولت إلى ركنية لصالح فريق نادي غورفكان. ركنية. مجموعة من العناصر تتوغل من جديد البحث عن هدف ثاني. إذا ما أتى هدف ثاني سيؤمن نتيجة فريق نادي غورفكان وسيعمق الجراحات على الإمارات. لكن هنا حارس المرمى سيد عبد الله، يطالب باكو الكاسر وفهد بدر بإرسال كرة إلى الأمام. بالفعل هي كذلك ولكن مقطوعة، ترجع لمصلحة السقوط، لمصلحة النسور عفوا. على الجهة اليمنى عزيز، بيك يحاول مر، عزيز بيك أمونوف، هذه كرة في غاية الخطورة، ممكن كرة، الله، ضاعت يا لورينسي. حلوة واستبسال من حارس المرمى حسين عبد الله ينقذ الموقف. شوف الكرة، شوف العمل الجبار اللي كان من عزيز بيك، أرسل الكرة عرضية. لورينسي المرة الأولى، لورينسي الثانية، لورينسي الثالثة، وكما يقولون الثالثة ثابتة، ولكنها لم تكن كذلك، اصطدت الكرة في العارضة وفرصة الهدف الثاني بتضيع، على فريق نادي غورفكان. يا الله، على فرصة للورينسي أمام المرمى. استبسال جميل حقيقة من حارس المرمى سهيل عبد الله أمام اللاعب لورينسي اللي يبحث عن هدفه رقم 8 في هذا الموسم، عنده 7 أهداف كما هو رقم 7. كرة اللعب إلى الأمام عالية وطويلة على الجهة اليسرى، كرة لصالح فريق نادي الإمارات. لابد من تغيير، لابد من أسماء يستدعيها السيد زنجا لتغيير هذا الأداء وهذا الأسلوب اللي حتى الآن لم يأتي بثمارة للسيد والتر زنجا. كرة فيها خطأ، لصالح فريق نادي الإمارات. هل يبدأ التفكير في التغيير؟ والتر زنجا ما زال يلعب بنفس الأسماء، ما زال لم يغير راية في مسألة زج بدماء جديدة في أرضية ملعب المباراة عند النثري كما ذكر، عند سلطان علي، عند خليفة عبد الله، عند مروان، عند إبراهيم، عند الكثير من الأسماء. لوان مارتينيز كذلك عنده وبإمكانه أيضا أن يشرك، ولكن حتى الآن يصر على نفس التشكيلة اللي موجودة أمامه. الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس لصالح فريق نادي غورفكان. ملعوبة من عادل سبيل. تصل إلى باكو. هذه كرة خطيرة. ضياء باكو في محاولة معادلة النتيجة. جول! الصقور يعودون للمباراة. باكو يعيدهم. الكاسر يحلق ويسجل هدف التعادل. 1-1. لا يحتاجون لتغيير، فقط التغيير أتى في هذه اللحظات. باكو تقدم، سدد، الكاسير يسجل هدف التعادل ويعيد الصقور للمباراة. شوف اللقطة، خطأ كبير فادح من الدفاعات، عادت انطلق فيها ضياء، وصلت إلى باكو الكاسير، يسجل الكاسير هدف، يغالط حارس المرمى ديدا ويضع الكرة في المرمى. باكو الكاسير محرزا هدف ثمين للغاية، هدف يعيد الإمارات، هدف يعيد المباراة مرة أخرى للانطلاقة من جديد. 1-1 في ليلة البحث عن الانتصار الأول في ملعبهم، يعيدهم في هذه اللحظات باكو الكاسر.
الكاسير يعيدهم مرة أخرى للمباراة ويحرز هدف ثمين للغاية، هدف ثمين للغاية في توقيت ثمين للغاية، لأن كان يحتاج فريق نادي الإمارات لهذا الهدف لكي يعود للمباراة في شوط المباراة الثاني. إذن باكو الكاسير يسجل ويعيد فريقه للمباراة 1-1 النتيجة. كرة اللعب لضياء السبع، عرضية من ضياء بترجع مرة أخرى لباكو في محاولة مسارة خطيرة لكنها تتخلص من قبل دفاعات فريق نادي خرفكان. ترجع للجهة اليمنى، محاولة المرور، الكرة فيها سقوط، فيها صافرة، فيها خطأ لصالح فريق نادي الإمارة، فيها خطأ لصالح فريق نادي الإمارة، خطأ يحتسبه حكم المباراة سيد خالد ناجم. شوف اللقطة، ما كان فيها أي تسلل، وصلت الكرة لضياء، خطأ كان من المدافع في اللقطة الماضية، وبالتالي يستفيد ويستثمر طبعا اللاعب باكو الكاسر في تسجيل هدف التعادل في توقيت سليم للغاية. كيف لا وهو المتأخر، كيف لا وهو اللي يلعب على أرضه ما بين جماهيره. هذه كرة فيها خطأ ملعوبة من ضياء، خطيرة عرضية، محاولة ما زالت مستمرة، أنيستا تسديدة، الكرة ترجع في مكان خطير، ممكن المحاولة ما زالت، ضياء عرضية من ضياء بالرأس، ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب من عمر كيتا. كانت عمر كيتا إذا كرة تطلع وتصبح ضربة مرمى لصالح فريق نادي على خرفكان، ملعوبة على الجهة اليمنى، كرة تطلع إلى رمية تماس يحتسبها حكم المباراة لمصلحة فريق نادي الإمارات. طارق رمانة الميزان في وسط الملعب، أنيستا اللي عنده هدفين في هذا الموسم تصل إلى طارق بخبرة السنوات الطويلة، خبرة أمام خبرة ومحاولة أمام محاولة، وبدأ الإمارات يعود ويستعيد أنفاسه من جديد في مباراة ويستعيد الثقة أيضا في هذه المباراة. طارق يرسل الكرة لفهد بدر، فهد ما زالت الكرة معه، يا سلام، هذه كرة باكو خطيرة عرضية، جول، الله، تسلل على ضياء، حكم المباراة يحتسبها تسلل بإشارة من المساعد الثاني لحكم المباراة محمد علي هلال. راح نشوفها، ما كان فيها تسلل، ممكن تكون ريمونتادا، ما فيها تسلل، أراهنك على أنها لم تكن فيها تسلل يا محمد أو خالد ناجم، لم تكن فيها وضعية التسلل على الإطلاق. وريمونتادا الإمارات، خذها مني، ريمونتادا العودة، ما كان فيها تسلل محمد علي هلال، وبالتالي خالد ناجم يطمئن، يطمئن من عربة الفيديو على قراره، ويطمئن كذلك لاعيبة فريق نادي الإمارات. الآن في انتظار خالد ناجم، هل أفسدتم الفرحة، فرحة العودة، هل أفسدتم فرحة العودة؟ التحقق من الهدف، نعم هدف للإمارات، ريمونتاتا العودة، يعودون يقلبون الطاولة بهدف بصناعة باكو، كما سجل يصنع الهدف لضياء السبع. ما كان فيها تسلل، الهروب كان رائع وجميل يا باكو. باكو يقدم ورد لجماهير الإمارات في هذه اللحظة، ويقدم باكو ورد أيضا لضياء السبع، يضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الثاني، وبالتالي تنقلب الأمور رأسا على عقب، وبالتالي يعود الإمارات للمباراة. الصقور تحلق في ليلة البحث عن التحليق الأول هنا في ملعبهم، هنا ما بين جماهيرهم، يعودون للمباراة ويسجلون هدف ثاني، وبالتالي الآن أصبحت الأمور جيدة لفريق نادي الإمارات. 2-1
سبحان الله تنقلب الأمور في ثواني في ثواني. كل ما كان يحتاجه فريقنا للمباراة هي الفرصتين اللي استطاع من خلالهم تسجيل هدف ثاني وأول عن طريق الأول عن طريق باكو والثاني عن طريق اللاعب ضياء السبع أيضا بصناعة باكو الكاسر. ترجع الكرة من جديد رمي التماس رمي التماس لصالح فريق نادي الإمارات. قلب الطاولة عليك يا نبوشة وضعية صعبة وضعية صعبة بالفعل. ووالتر زينجا أخيرا يتنفس السعداء كان يحتاج لهذا الانتصار وهو يحتاجه ما زال في أرضية ملعب المباراة. ما زلنا في الدقيقة 68 وهناك مزيد من الوقت. نعم بإمكان فريق نادي خرفكان أن يعود بإمكانه أن يسجل بإمكانه أن يصل إلى شباك فريق نادي الإمارات لكن هناك صحوة ممتازة. هذه تمريرة لفهد بدر خطيرة أمام المرمى ممكن جول أيضا الكرة بتتخلص. مطالبة بوجود خطأ لباكو لكن حكم المباراة يأمر باستمرارية اللعب. هناك صافرة وخطأ لصالح فريق نادي خرفكان. شوف اللمسة جميلة كانت هذه ممكن يكون فيها تسلل لكن هذه لا يمكن أن تكون تسلل لأن كان الوضعية فيها جميلة. الآن وجد المساحات هكذا يعني يمكن استثمار خدمات اللاعب فهد بدر سرعته مهاراته انطلاقاته على الجانب الأيسر وبالتالي كان بالفعل واحد من الأسماء اللي تشكل خطورة وما زالت تشكل خطورة على مرمى فريق نادي خرفكان في هذه المواجهة وفي هذه المباراة. كرة تصل إلى سيريرو راح نشوف الآن ردة الفعل من لاعبة فريق نادي خرفكان. الصقور أمام النسور في مباراة تحلق حتى الآن بأصحابها حتى الآن بأصحاب هذه الأرض بهدفين مقابل هدف في كرة محاولة لأنتونيو سيلفا على الجهة اليسرى مضايق متابع البحث عن وجود مخالفة حكم المباراة يحتسب خطأ لصالح فريق نادي الإمارات خطأ لصالح فريق نادي الإمارات. شوف تدخل كان ما في شيء وبالتالي حكم المباراة احتسب خطأ لصالح فريق نادي الإمارات. الآن تبديلات في صفوف فريق نادي خرفكان. اللاعب عمر جمعة ربيع وكذلك اللاعب محمد عوض الله. سيلفا يغادر أنطونيو سيلفا يغادر ونزول اللاعب سانتانا دي رانيال. عمر سعيد أحمد يغادر وأنطونيو يغادر والآن في انتظار خروج لاعب آخر من لعيبة فريق نادي خرفكان كبديل ثالث في هذه المباراة. سيكون طبعا اللاعب محمد عوض الله اللي واضح أمامنا في الصورة. إذا ثلاث تبديلات دفعة واحدة لصالح فريق نادي خرفكان وللمدرب أيضا ديبوشا في محاولة العودة السريعة فيما تبقى من المباراة. سيريرو إذا يغادر سيريرو يغادر أرضية ملعب المباراة. إذا ثلاثة تبديلات. هذا هو محمد عوض الله. إذا بدأ سعيد ديبوشا بإنزال أوراق جديدة يراهن عليها. هذا هو رانيال سانتانا إذا اللي نزل قبل قليل كذلك محمد عوض الله وعمر جمعة ربيع. سعيد عبد الله غادر سيريرو غادر وأنطونيو سيلفا غادر. في عربية تمس لصالح فريق نادي الإمارات كرة ملعوبة. ما زالت المحاولة قائمة على الجهة اليمنى لصالح فريق نادي الإمارات ولكنها تطلع الآن تحولت إلى رمية تماس تحولت إلى رمية تماس. عودة علي الأنصاري إلى دفاعاته ملعوبة الكرة أول لمسات اللاعب البديل في شوط المباراة الثاني. طبعا اللي كان واضح قبل قليل في الصورة محمد عوض الله ولكن الكرة فيها خطأ لصالح فريق نادي الإمارات. شوف الصقور جماهير سعيدة سعيدة بهذا التقدم. والتر زينجا أيضا مرتاح لهذا الأداء مرتاح للعودة مرتاح لقلب الطاولة
وبالتالي يسعى لحصد النقاط. عليك أن تلعب كل مباراة وأنت في ظل هذه الظروف، وتضع هذه المباراة بمثابة هي المباراة الأخيرة لك في هذا الموسم. عليك أن تفعل ما يمكن أن يجعلك مبتسما، ما يجعلك تحصد النقاط الثلاث. وبالتالي الآن أعتقد فريق نادي الإمارات في شوط المباراة الثاني على أفضل حال. كرة من فهد بدر، عادت من جديد، كرة مقطوعة يقطعها محمد عوض الله، كرة خاطئة من محمد عوض الله، تطلع الكرة إلى بعد ما صدت في لاعب فريق نادي الإمارات إلى رمية التماس، رمية التماس ملعوبة الكرة بهذه الطريقة، محاولة من جديد، فهد بدر يحضن على كورته يرجعها للخلف، كرات مستمرة لصالة فريق نادي الإمارات. الله على باكو، ممكن تمريره باكو، وضعية التسلل، هذه ضياء، هذه ضياء، هذه الثالثة، الله 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 الله، ولكن وضعية التسلل، هذه المرة فيها تسلل يا ضياء، هذه المرة لا أختلف مع حكم المباراة، لا أختلف مع المساعد الثاني لحكم المباراة، وجود التسلل كان حاضر من سيد محمد علي إهلال. شوف في هذه اللقطة وبهذه الطريقة ضياء هرب وبالتالي سجل هدف جميل جدا، هدف ثالث، ولكن كان هدف أبيض لا يحتسب، لا يحتسب من فوق حارس المرمى أحمد ديدا. شوف التمريرة، يا ريت لو تجيبها من حيث يعني التمريرة لكي نكشف سوية وضعية التسلل، لكن هكذا مرات. عموما استمرت المباراة، محمد عوض الله ينطلق على الجهة اليمنى، محمد عوض الله عرضية، ولكن الكرة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح فريق نادي الإمارات، ضربة مرمى للسقوط، ربع ساعة تفصلنا. نعم هكذا كان في وضعية التسلل، هكذا كان في وضعية التسلل. عموما ضربة مرمى، خالد ناجم حكم اللقاء، كرة تلعب إلى الأمام عالية وطويلة، استقبال كرة رأسية لكن تستقر عند لاعبة فريق نادي خرفكان على الجهة اليمنى أمامية، فيها تمريرة ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، حاول فيها رانييل، رمية التماس، تعود الكرة من جديد لعمر سعيد، عمر بمر الكرة لعمر، عمر جمعة ربيع، ملعوبة الكرة في مكان، محاولة تسير وصلت لعمر، عمر جمعة ربيع يلتف ثم يعود مرة أخرى لزميلة على الجانب الأيمن عزيز بيك أمونوف، أمونوف بيسلم الكرة لمصلحة عبد اللايف، عرضية عالية داخل منطقة الجزاء تتخلص من قبل عناصر ودفاعات فريق نادي الإمارات. مرة أخرى عزيز بيك أمونوف ملعوبة على الجهة اليمنى، نقل الكرة لعمر سعيد على الجهة اليمنى، وهذا تدخل وصافرة، صافرة صافرة تأتي من قبل حكم المباراة، وتدخل وهناك إنذار، إنذار سيكون للاعب فهد بدر، إنذار على فهد بدر، تدخل عنيف ودخول بتهور وبالتالي استحق عليه الإنذار. فهد بدر يتحصل على بطاقة صفراء، لكن روح جميلة، اعتدال جميل، هكذا هي الروح اللي نبحث عنها كرة القدم، يعني هذه واحدة من رسالاتها في 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 هذه الرياضة الجميلة، أن تكون رياضة فيها تنافس شريف، أن تكون فيها لغة التسامح حاضرة، أن تكون روح الرياضة، الروح الإنسانية موجودة ما بين اللاعبين. وأعتقد كان يعني لقطة من اللقطات اللي بالتأكيد نضعها كلوحة من لوحات هذا الموسم ما بين اللاعبين، إذا كان اللاعب عمر سعيد أو إن كان اللاعب طبعا فهد بدر. اعتذر فهد بدر بابتسامة واستقبلها طبعا عمر سعيد بابتسامة، والابتسامة ولكنها مستمرة مع فريق نادي الإمارات في محاولة للعودة. فريق نادي خرفكان عزيز بيك أومونوف في لقطة، في كرة، في وضعية خطيرة، هناك لاعبين يجدون التسجيل بالرأس، وبالتالي هذه كرة عرضية عالية داخل منطقة الجزاء تتخلص من دفاعات فريق نادي الإمارات، تطلع الكرة من فهد بدر إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تمس، رمية تمس، كرة من جديد أمامية عالية طويلة بالرأس،
الكرة تستمر، يخلصها الرشدان نزار، يرسل الكرة نزار في مكان سليم إذا ما حصلها لاعب فريق نادي الإمارات، لكن تعود مرة أخرى. فهد خلصها، فهد انطلق، فهد خطير بإمكانه أن يمرر. هناك ضياء السبع، لكن عودة عناصر ولعيبة فريق نادي الإمارات. فهد بدر يحاول يقاتل على الجهة اليسرى، يسعى لاستثمار هذه الكرة ولكن تتخلص من عوض الله، تتخلص من عوض الله، يعيدها مرة أخرى. كرة لصانع فريق نادي الإمارات، أمامية عالية والكرة فيها استقبال بالرأس، عادت للرشدان، محاولة للتسديد، أوهوهو تسديدة، ولكن ديدا يخلص الكرة، أحمد ديدا يخلصها في اللقطة الماضية، كانت جميلة لفريق نادي الإمارات. أريستا من جديد، محاولة على الجهة اليمنى، يوقف على كرته، ما زالت المحاولة قائمة لصالة فريق نادي الإمارات. أنيستا لضياء، ضياء، الله يا ضياء، الله يا ضياء، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. هناك لاعب ساقط على أرضية الملعب، شوف هذه اللي كانت هي اللي تخوف، هي اللي كانت قريبة، هي اللي كان ممكن الرشدان يسجل من خلالها، وضع الكرة في أقصى الزاوية، لكن تحسب يعني لأحمد ديدا يعني التركيز، ويحسب له طبعا ردة الفعل في اللقطة الماضية، بينما هنا التسديدة اللي كانت من ضياء السبع ومرة جانبية إلى خارج أرضية الملعب. هناك لاعب ساقط على أرضية الملعب بالسلام إن شاء الله، هذا هو ضياء السبع. هناك يبدو تبديل قادم، واضح لدينا اللاعب السابق لفريق نادي شباب الأهلي، وهو طبعا اللي واضح امامنا في الصوره مروان فهد في استعداده لنزول ارضيه ملعب المباراه، بينما هنا الهدف الاول اللي اتى عن طريق اللاعب باكو الكاسر سجل وتقدم او تعادل بالنتيجه مع فريق نادي خرفكان، وبعد ذلك اتى الهدف الثاني، اتى الهدف الثاني وانقلبت الطاوله راسا على عقب في هذه المباراه لمصلحه فريق نادي الامارات. هذا هو الهدف الثاني، اتى بهذه الطريقه، ما كان فيها تسلل، ما كان فيها تسلل، وصلت لباكو، هيأها باكو لضياء السبع وسجل السبع، بالتالي عاد للإمارات بهدف آخر، هدف آخر في اللحظات الماضية، شك فيه حكم المباراة بوجود وضعية التسلل، لكن حكم المباراة بعد عودة طبعا للفار احتسب الهدف، وأصبحت النتيجة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، يعني 2-1. فهد بدر غادر أرضية الملعب، إذن مروان فهد هو البديل، هذه أول لمسات، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. مروان فهد اللي واضح أمامنا في الصورة، يعني لا يقل عن قيمة وأداء وإمكانيات اللاعب فهد بدر بالمناسبة، عنده سرعة، عنده إمكانية الانطلاق ومساندة الهجمة، ونشوف الآن ينطلق هذا فهد، يروح فهد، راح فهد، راح فهد، راح مروان، الله 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 يا مروان فهد، ولكن الكرة وصلت سهلة لحارس المرمى. حلوة الانطلاقة كانت، حلوة كانت الانطلاقة من مروان فهد، ولكن الكرة حارس المرمى ديدا ينقذ الموقف ويبقي على آمال فريقه، ما زالت مستمرة تسديدة، ولكن وين بعيدة، بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو مروان فهد بديل فهد بدر، شوف انطلاقته كانت سليمة، لا وجود لحالة تسلل، وضع الكرة ولكن كان في المكان اللي يعني متمركز فيه حارس المرمى أحمد ديدا، وبالتالي ضاعت الكرة المرمى. هذا ليثري يستعد للنزول، ليثري سيلفا، شوف سيد والتر زيجا يفكر في زيادة الضغط على فريق نادي خرفكان وإجبارهم على التراجع وإجبارهم على عدم التقدم من الأمام. هذه كرة فيها انطلاقة باتجاه باكو لكن تتخلص من قبل الدفاعات، وصلت الآن للاعب عمر سعيد، خلاص نلعب في التسع دقائق الأخيرة من زمن شوط المباراة الثانية. عوض الله، عوض الله راح، لكن تتخلص من مروان فهد، يرسل الكرة مروان أمامية، لكن تعود ترجع من جديد لصالح فريق نادي الإمارات، ما زالت المحاولات قائمة، ومباراة حتى الآن لا يمكن أن تتكهن،
على ماذا ستنتهي ما بين الفريقين. كلا الفريقين قادرين على التسجيل في أي لحظة. عمر سعيد يرسل لك كرة عالية أمامية في مكان، هذه خطيرة لصالح فريق نادي خورفكان، لكن بتتخلص وهناك مخالفة خطأ لمصلحة اللاعب علي الأنصار. تبديل قادم ليفري سيلفا يستعد للنزول لأرضية ملعب المباراة. من البديل؟ من اللي راح يغادر؟ هل هو ضياء السبع مثلا؟ نعم ضياء السبع هو اللي راح يغادر تاركا المكان. ضياء السبع يغادر بعد ان سجل هدف الهدف الثاني لفريق نادي الامارات بعد ان قلبوا الطاوله. الان يغادر ارضيه ملعب المباراه تاركا المكان لمهاجم اخر وهو ليثري سيلفا هداف الفريق في الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى. ينزل لأرضية ملعب المباراة بديلا لضياء السبع. هل يكون الانتصار الأول للإمارات؟ هل ليلة الوصول للنقطة الثامنة ليلة تحصل الانتصار الثاني في هذا الموسم وعلى نفس الفريق ذهابا وإيابا يعني شاءت الظروف بعد أن واجه فريق نادي الإمارات فريق نادي خورفكان وانتصر عليه في ملعبه لم يحقق أي حالة انتصار بعد ذلك اللقاء حتى وصلنا للجولة 16 من بطولة الدوري. كرة توصل لمروان فهد يلعب له كرة في مكان ليثري سيلفا في محاولة التسديد غير راية عادت لأنيستا في مكان في محاولة ما زالت خطيرة. أنيستا راح هذه كرة خطيرة الله ضاعت يا ليثري سيلفا مستحيل هذه الكرة بتضيع مستحيل ضاعت فرصة تسجيل وتأمين النتيجة بتضيع. شوف فعل فيها المستحيل عدى فيها أنيستا من الأول ومن الثاني توغل وراح وبعد ذلك وضعها على طبق من ذهب. هذه كرة قال له سجل ولكنه رفض ليثري سيلفا من أول لمساته أو ثاني لمساته أن يسجل وأن يضع الكرة في المرمى وأن يطمئن زنجا بالانتصار الأول في ملعبه في هذه المباراة. ضاعت الفرصة. تبديلين الآن لفريق نادي خورفكان. نزول اللاعب رقم 9 محمد إسماعيل ونزول اللاعب خليل خميس بديلا لعزيز بيك أومنوف وعمر سعيد الظهير الايمن اللي سجل طبعا هدف التقدم في المباراه. هذه الكره يا سلام ليثري راح ليثري توغل تقدم ولكن الكره اطول كانت في اللقطه الماضيه من ليثري. تعود مره اخرى كره لصالح فريق نادي الامارات. عادت الافضليه الان لفريق نادي الامارات. كره تلعب لليثري يحاول يثبت كورته لكن ترجع من جديد. هذه كرة أمامية باتجاه باكو في محاولة باكو لكن مسعود سليمان يبعد الكرة من أمامه. عادت من جديد لاحظ الكرات المرتدة كلها من نصيب لعيبة فريق نادي الإمارات. هذه الكرة أقصى الجهة اليمنى تعود لحارس المرمى بيرجعها فهد سبيل أو عادل سبيل طبعا شقيقة فهد سبيل على الجهة اليسرى. خلاص لم يتبقى الكثير. كرة لصالح فريق نادي خورفكان على الجهة اليسرى. تمريرة على الجهة اليسرى. كرة بتعود تطلع إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس لصالح فريق نادي خورفكان اللي يسارع الوقت. يلعب ضد التيار. يلعب ضد الريح. كل الأمور ضده الآن. الوقت يتقلص وبالتالي نتيجة خسارة محتومة. لكن عمر جمعة ربيع الكرة بتتخلص من أمامه. طارق خلصها. ملعوبة إلى الأمام. عالية وطويلة الكرة ترجع من ليثري لكن أو من باكو تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. اللحظات الأخيرة يا نيبوشا اللحظات الأخيرة هل هي خسارة أخرى في مسيرتك مع فريق نادي خورفكان أم هناك كلمة قادمة في الطريق تجعلك تعود إلى خورفكان بنتيجة التعادل. تسديدة ولكنها سهلة من السهيل عبد الله. التسديدة كانت من رافائيل أنطونيو دافع رافائيل أنطونيو. ناصر سهلة لحارس المرمى. كرة بتلعب إلى الأمام عالية وطويلة
استقبال الكرة بالرأس. من جديد المحاولة قائمة لصالح فريق نادي الإمارات. ديثري بيمر الكرة ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب. تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة اصطدمت طبعا بالشاشة، شاشة الفار. راح نشوف إذا كانت شاشة الفار سليمة. عموما تستمر المباراة في لحظاتها وفي دقائقها الأخيرة. كرة من مروان فهد، يلعب الكرة إلى الأمام مروان، ترجع الكرة لليثري. ليثري بيحاول يعدي، بيلعب الكرة، يا سلام تبادل كرات، محاولات باكو لأنيستا ولكن الكرة تطلع مرتدة. الآن تصبح لفريق نادي خرفكان مرتدة الكرة لصالح فريق نادي خرفكان. الصقور حتى الآن تخسر المباراة، أو النسور تخسر حتى الآن المباراة. محاولة من جديد والكرة بتتخلص من عمر كيتا. عمر كيتا بيخسرها. كرة ما زالت محاولة قائمة، تسديدة، يا الله يا الله، تصدي من حارس المرمى، أنقذ حارس المرمى سيد عبد الله. هدف كان محتوم بالنسبة لفريق نادي خرفكان، كان ممكن يعيدهم للمباراة، لكن يتصدى في اللقطة الماضية، يتصدى في اللقطة الماضية ويبعدها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركنية. وركنية تصبح الكرة ركنية لصالح فريق نادي خرفكان. الآن الضغط ما زال مستمرا، والدقائق الأخيرة بالتأكيد دقائق حاسمة حاسمة. مروان فهد راح، مروان انطلق، يا سلام على سرعته، على إمكانياته، ولكن أيضا يخسر الكرة في اللقطة الماضية. سريع سريع مروان فهد، سريع مروان فهد. إذا ما حصل لك كرة، إذا ما سيطر عليها، ستكون بالتأكيد هي الضربة القادمة بالنسبة لفريق نادي خرفكان. الكرة بتعود تطلع إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تمس. رمية تمس تبديل قادم، لاعب رقم 14 فراس صالح، واللاعب رقم 44 سلطان علي. راح نشوف من البدلاء. أنيستا يبدو بأنه سيغادر، بالفعل سيغادر تاركا للمكان. إذا أنيستا القائد يغادر أرضية الملعب. واضح تماما السيد والتر زينجا يبحث عن تأمين النتيجة بإنزال لعيبة مدافعين فيما تبقى من عمر المباراة. أنيستا يغادر، والبدلاء كما ذكرت لاعب سلطان علي واللاعب فراس صالح. حكم المباراة يطالب بالتغيير. هناك اكثر من لاعب، يعني في 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 واحده من الامور يعني التي تحدث للمره الاولى، يعني نزل اللاعبين لارضيه الملعب، وكان يعني جلال لم يغادر، محمد جلال لم يكن قد غادر ارضيه الملعب، وبالتالي اصبح هناك اكثر من لاعب في ارضيه الملعب. لا ندري هذا خطا الحكم الرابع ولا خطا يعني من. عموما الآن يستنفذ اللاعب مرة أخرى، يستعنف. هذه الكرة توصل لباكو، باكو تلعب الكرة لباكو الكاسر، يرجع للخلف مروان فهد لطارق. ست دقائق وقت محتسب بدل ضايع. ملعوبة الكرة من نزار الرشدان على الجهة اليمنى، وصلت الآن لعلي الأنصاري، لنزار، نزار في محاولة، نزار الرشدان ما زالت الكرة معه، ممكن يمر، ممكن يعدي، عدى بالفعل، تقدم، ولكن الكرة أيضا بتتخلص من أمامه، ترجع الآن لصالح فريق نادي خرفكان في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. البحث عن التعادل، البحث عن التعادل. هذه كرة عند عوض الله، وصلت في مكان خطير، محاولة للمرور، لكن عمر كيتا يخلص الكرة، دربكة في منطقة الجزاء، والكرة تطلع إلى ركنية، تطلع الكرة إلى ركنية. ركنية أو رمية تماس عفوا لصالح فريق نادي الإمارات، يحتسبها حكم المباراة. رمية تماس.
رمي التماس إذن لصالح فريق نادي الإمارات. دقيقتين مروا، أربع دقائق متبقية. علي الأنصاري يرسل الكرة إلى الأمام عالية، الضغط موجود، تتخلص، عادت مرة أخرى لصالح فريق نادي الإمارات، صافرة من قبل حكم المباراة تعلن عن وجود خطأ لصالح فريق نادي خرفك. في ظل الاندفاع اللي واضح من قبل لعيبة فريق نادي خرفكان، هل يأتي هدف ثالث مثلا لفريق نادي الإمارات من هجمة مرتدة سريعة بوجود ليثري، بوجود فهد مروان فهد، أم هناك هدف التعادل ربما يكون؟ راح نشوف. ما زالت المباراة مفتوحة على مصراعيها، عادت الكرة إلى الأمام مرة أخرى لصالح فريق نادي خرفكان على الجهة اليسرى، ترسل من عادل سبيل عالية وأمامية، عمر كيتا بالرأس بيخلص الكرة، ترجع مرة أخرى للاعب البديل في شوط المباراة الثاني محمد إسماعيل، ضغط فروان مروان فهد يخرج كرة لكنها أقرب للاعب فريق نادي خرفكان، تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس لصالح فريق نادي الإمارات. هذا هو الكاسر، فرانسيسكو الكاسر، اللاعب اللي سجل واللاعب اللي صنع واللاعب اللي لعب دور كبير جدا في الانتصار الأول في هذا الموسم هنا في ملعب الإمارات للإمارات حتى هذه اللحظة، إلا إذا ما كان في المباراة هناك أحداث قادمة في المباراة متبقي أيضا أحداث لم نشهدها بعد. عموما كرة اللعب لصالح فريق نادي الإمارات أو لمصلحة فريق نادي خرفكان عفوا، باكو لكن الكرة تتخلص، عادت الآن للاعب محمد إسماعيل بيعلي له كرة داخل منطقة الجزاء، تطلع مبعدة من دفاعات فريق نادي الإمارات، الضغط من دي ثري، يستحوذ على الكرة رافائيل أنطونيو على الجهة اليسرى، فيها محاولة لصالح فريق نادي خرفكان، لورينسي ما زال يحتفظ بكرة تابرة، جاء على الخلف لورينسي، كرة عالية داخل منطقة الجزاء ما زالت أخطر، عمر كيتا بيخلص الكرة، ضغط رهيب من قبل لعيبة فريق نادي خرفكان، الاعتماد على الهجمات المرتدة قد يكون السلاح اللي سيستخدم فريق نادي الإمارات إذا ما أتيحت له الفرصة في أي لحظة. عموما كرة هذه واحدة لكن أيضا خاطئة من مروان فهد، الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تمس، محمد عوض الله أيضا مروان يبعد الكرة، مروان ترجع الكرة للخلف لصالح فريق نادي خرفكان، ملعوبة أمامية من عبد الله ييف، عمر جمعة ربيع، عمر يرسل كرة لكن خاطئة من عمر، ترجع الآن مرتدة، مرتدة باكو ينطلق لكن خروج حارس المرمى أحمد ديدا، طارق لليثري، ليثري يحافظ على كرة، ليثري ما زال يحتفظ بكرته في محاولة لصالح فريق نادي الإمارات، يكسب من خلالها رمية تماس، يكسب من خلالها رمية تماس بعد ما أبعدها خليل خميس. خلاص اللحظات تمر والانتصار الأول للإمارات يبدو على مشارف، على مشارف الوصول لهذا الموسم هنا في ملعبه، وللمرة الأولى بعد مرور 16 جولة وصولا للجولة 16 الآن أخيرا الإمارات يحرز انتصار الأول وانتصار الثاني في هذا الموسم، واختار فقط أن يكون خرفكان هو من يسقط دائما أمامه في هذا الموسم. كرة تلعب لليثري، ليثري سيلفا بينما هنا سيداتي هاري ساتي سادتي، نعم فعلها زينجا، فعلها